أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء، ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية والدينية، فنتمنى لكم مشاهدينا الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مثل ما شفنا أن هذا معرض الرجل الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم، اخترنا فئة الشباب لأن الشباب هم جيل المستقبل، وأكثر من حمل هذا الدين من الشباب من الصحابة رضي الله عنهم، بلغ تقريبا 70% ممن حمل هذه الأحاديث وهذا الدين من الشباب. فالشباب هم حملة هذا الدين، إذا زرعت هذه في نفوسهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، بعث ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذه هي مهنة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فجميع الأنبياء يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى توحيد الله جل وعلا. وهذا المعرض لاقى يعني القبول من جميع الطلبة، وكان له التأثير الكبير على الطلبة وعلى المعلمين وعلى من رأى هذه يعني المشاهد. واخترنا هذه التصاميم حتى تكون أكثر تأثيرا على الطلبة، بخلاف إذا ألقيت الكلام عليهم عندما يرون هذه المشاهد يجعل في نفوسهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرفون أكثر على سيرته عليه الصلاة والسلام. كان التماس الطلبة على هذا المعرض يعني كبير جدا، وفرحوا يعني أو فرحوا فرحا شديدا، حتى أن بعض الطلبة يقول كأني يعني نسيت أني أنا في المدرسة وكأني مع يعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المطلوب، أن يتأثر الطالب ويثمر ذلك في يعني سلوكه وفي تعامله مع زملائه ومع المعلمين أيضا، عندما يكتسب هذه الأخلاق الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف بالصدق والأمانة وغيرها من الصفات الحميدة كما هو معلوم عند الكثير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم الأستاذ فيصل المحيني، رئيس قسم الفلسفة والمواد الفلسفية ورئيس لجنة الأنشطة في ثانوية الواحة بنين. الجميل في ثانوية الواحة أن الأنشطة تم ترتيبها لأنها تعمل على خدمة الطالب، فوضعنا كذا لجنة في المدرسة تعمل اللجان هذه متضافرة لخدمة الطالب، منها لجنة تعزيز القيم برئاسة الأستاذ فهاد، ومنها لجنة مبادر برئاسة أخوكم، وكل ذلك لتنظيم الأنشطة والندوات. وهذا النشاط كما ترون عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدف إلى تعزيز نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بين الطلبة، لأنه هو القدوة وهو أعظم قدوة، والله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا المثال لكي نقتدي فيه في جميع أمور الحياة. وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتعمل ثانوية الواحة على إكساب الطلبة الخبرات، لأن ما الإنسان إلا الخبرات التي يمر بها، ومن خلال هذه الخبرات التي يمر بها التلميذ والطالب أثناء المرحلة الثانوية يواجه بها الحياة مستقبلا، وتعزز عنده القيم النبيلة والقيم الوطنية، وتجعل منه مواطن صالح يخدم هذا البلد الجميل. الجميل في هذا المعرض أن لاحظنا على الطلبة شغف حب معرفة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والسؤال عن دقائق وتفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا المعرض في البداية لما يعرض على بعض المعلمين المتخصصين قد يقولون أنه فيه معلومات عامة، ولكن لما تدخل مع الطالب ويسأل الطالب تدخل في تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام. والجميل في حياته عليه الصلاة والسلام أنها شملت جميع جوانب حياة الإنسان، فكلما تعمقنا أكثر كلما استخرجنا اللؤلؤ والدر والكنوز من باطن هذه السيرة الطيبة. وقد لاحظنا تسابق الطلبة في الفرص وفي جميع حصص النشاط على القدوم هنا لقراءة ولمعرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ختاما نشكر قسم الإسلامية ونشكر لجنة تعزيز القيم ونشكر جميع من شارك وساهم في إنجاح هذا المعرض، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فهد عبد الكريم العنزي طالب. استفدنا اليوم من معرض الرجل الأعظم اللي هو رسولنا الذي نقتدي فيه، اللي هو
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه. استفدنا من المعرض غزوات النبي، زوجات النبي، أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا استفدنا منه محبة النبي، أنه متى يقوم من النوم، شنو يسوي، عشان لأن الرجل الوحيد الذي نتعلم منه ونقتدي فيه كمسلمين كأخوان كأبناء له. ثانيا شفنا بالمعرض كل شيء يخص رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام اللي هو محمد بن عبد الله، اللي هو متى يرجع، متى يقعد من النوم، على أي صلاة، متى ينام، متى يتعشى، متى يتغدى. فهذا كل شيء متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أكثر من صورة هني تثبت أن اللي هو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة هني بعد، إذا الكاميرا لفت، ولادته، غزواته، زوجاته، أبنائه. هذا لازم كل أن حنا نعرفهم ونتعلم، عيالنا والجيل الجاي إن شاء الله بإذن الله يتعلم أن من الرسول ومن ديننا الإسلام. فيجب علينا، هذه رسالة مني أتمنى أن توصل لأولياء الأمور، أن يتعلمون الجيل الجاي يتعلم من الرسول ومنه شنو ديننا الإسلام وشنو قضيتنا. الله يعطيكم العافية، مشكورين. استفدنا بهالمعرض عن سيرة النبي وعن غزواته وعن زوجاته وعن كيف كان يعيش بالمدينة وبمكة، وهالمعرض جسد لنا هالشيء يعني. طبعا المعلومات الموجودة داخل المعرض عظيمة جدا، طبعا استفدنا استفادة عظيمة جدا بهالمعرض، وجسد لنا حياة النبي وكيف كان يأكل وكيف كان ينام وكيف كان يذهب للصلاة، وجسد لنا كل شيء عن حياة النبي. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم من أجمل تحية ومع السلامة.